منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، قوبل الأوكرانيون في بريطانيا بتعاطف شبه كامل من قبل المقيمين هنا، ولكن التضامن هذا أتى أحياناً على حساب الروس المقيمين في لندن، فعقدة الذنب ومشاعر الكراهية على حرب لا يد لهم فيها ما زالت تطاردهم. منهم أليكسي زمين، الشف المعروف منذ سنوات بين اللندنيين بمطبخه الروسي، ولكن مطعمه الصاخب عادة أصبح شبه خال خلال الأسابيع الأولى من الحرب، فالناس أرادوا التضامن مع الأوكرانيين عبر مقاطعة كل ما هو روسي. We had many cancellations of previous booking. Usually we're fully booked in all the time of the year, and in March especially, because some holidays we got in social media some abusive letters. We come and we fire your restaurant and something like this. We got two policemen, and they stay. They stood before our doors. وجد أليكسي نفسه مضطراً لتغيير الصورة النمطية التي ألصقت به. تبرع ب25,000 جنيه استرليني شهرياً ولمدة 3 أشهر في بدايات الحرب للصليب الأحمر البريطاني مساندة للأوكرانيين، كما يخصص اليوم 20% من عائدات لائحة طعامه الموسمية لجمعيات تعنى بمساندة الأوكرانيين. Yeah, all of them were frightened. People from Russian side, people from not Russian side, and many of my friends, many people which are now in London, Russian people, they think it's over, all is over, our money, our future, our all our thing is over, and my partners decided to change the name of the restaurant from Zima, Russian word called winter, to maybe Polish, and the Russian food to Eastern European or Polish food. ليس ناشطة روسية، بالنسبة لها لا العنصرية ولا الكراهية لهما أهمية مقارنة مع حجم الكارثة التي يتعرض لها الأوكرانيون. I understand that somebody might have faced some hate. But we do represent the aggressor country in other people's eyes. And they said we just need to accept it. جر أحياناً إلى تبني آراء سياسية تنسجم مع الرأي العام السائد، رغم تجنبهم للسياسة، ولكن أحياناً يكون من الصعب عزل أنفسهم عن حرب تشغل الشارع البريطاني وتدير جزءاً من حياته السياسية. لم تكن تجربة الروس المقيمين هنا في بريطانيا تجربة سهلة، فبين معارض لهم وعنصري ضدهم ومقاطع لأعمالهم، وجد الروس أنفسهم في كثير من الأحيان مضطرين لتبرير قرار حرب لا صلة لهم فيها ولا ثقل لرأيهم في تغيير مجراها. من لندن لصباح العربية، عروب عبد الحق.